السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أطفالي الأعزاء في قناة تعلم مع أمين. إذا راح نقرأ الآن قراءة صفحة 95، طبعا كتاب قراءة سنة الرابعة ابتدائي، أنامل من ذهب. إذا نبدأ. تحب الجازية الجلوس لساعات طويلة تراقب أمها وأختها الكبرى مع الجارات وهن يصنعن أجمل الزرابي والسجاد. كانت الجازية تشارك النسوة في كل مراحل صناعة الزربية، من غسل الصوف وتجفيفها وتمشيطها بالقرداش، ثم غزلها وتحويل الألياف إلى خيوط، فصباغتها بأجمل الألوان الطبيعية، وصولا إلى المنسج حيث تثبت الخيوط على الركائز فتنسج الزربية بين حطة ورفدة ودق بالخلالة في حركات دقيقة وسريعة. أحبت الجازية هذا الفن الأصيل حبا كبيرا جعلها تقبل على تعلمه إقبالا شديدا رغم صغر سنها، فشاركت في المعرض الذي أقيم في اليوم الوطني للصناعات التقليدية بزربية صنعتها بأناملها الذهبية أدهشت الجميع، فكانت تشبه اللوحة الفنية بتنسيقات جميلة من الأشكال والألوان. بعد المعرض والجائزة التي حصلت عليها، زادت ثقة الجازية بنفسها وراحت تخصص كل وقتها للإبداع في هوايتها المفضلة. إذن رح نجاوب على الأسئلة. لاحظوا هنا أطفالي، جد لكل كلمة صورتها المناسبة. طبعا الصورة الأولى أطفالي تبين لنا القرداش، هذا هو القرداش. أما الصورة الثانية فهي الخلالة، والصورة الثالثة طبعا هي المنسج. السؤال الأول، من هي الشخصية الرئيسية في النص؟ طبعا الشخصية الرئيسية أطفال الأعزاء هي الجازية. يتحدث النص عن حرفة، هي صناعة الفخار أم النقش على النحاس أم صناعة الزربية؟ فالنص يتحدث عن صناعة الزربية. عمن تعلمت الجازية مهارة صنع الزربية؟ حسب النص أطفالي لاحظوا، إذن كانت تراقب أمها وأختها الكبرى مع الجارات، إذن منهن تعلمت صنع الزربية، يعني من أمها وأختها الكبرى والجارات. وردت في النص بعض الأدوات المستعملة في صنع الزربية، ما هي؟ إذن راح نشوفوا في النص ما هي هذه الأدوات. إذن طبعا عدنا القرداش، وعدنا المنسج، وعدنا الخلالة. هذه هما الأدوات التي تستعمل في صنع الزربية. أذكر بالترتيب مراحل صنع الزربية. إذن مراحل صنع الزربية، أولا إذا مراحل صناعة الزربية، لاحظوا هنا عندنا أولا غسل الصوف وتجفيفها، ثم تمشيطها بالقرداش، ثم طبعا غزلها وتحويل الألياف إلى خيوط، من بعد صباغتها طبعا بالألوان الطبيعية، ثم نأخذها إلى المنسج وتثبت الخيوط على الركائز، ومن هنا تبدأ عملية صناعة أو نسج الزربية. لماذا أقبلت الجازية على تعلم هذه الحرفة رغم صغر سنها؟ إذن أقبلت الجازية على تعلم هذه الحرفة لأنه أولا فن أصيل، وأحبته حبا كبيرا جدا، جعلها تقبل على تعلمه إقبالا شديدا، يعني تعلقت بهذا الفن
كثيرا رغم صغر سنها، وأحبته أيضا حبا كبيرا. ما هو الحدث الثقافي الذي شاركت فيه الجازية؟ إذن الحدث الثقافي هو اليوم الوطني للصناعات التقليدية، اليوم الوطني للصناعات التقليدية، هذا هو الحدث الثقافي الذي شاركت فيه طبعا الجزية. حدد وجه الشبه بين الزربية التي تصنعها الجازية واللوحة الفنية. إذن حدد وجه الشبه بين الزربية التي تصنعها الجازية واللوحة الفنية. طبعا وجه الشبه كانت تشبه لوحة، أنا لاحظوا في النص، فكانت تشبه اللوحة الفنية بتنسيقات جميلة من الأشكال والألوان. إذن تشبهها في الأشكال في الألوان، هذا هو الشبه الذي كان بين الزربية وبين اللوحة الفنية، طبعا في التنسيقات جميلة وفي الأشكال وفي الألوان أيضا. ما هو أثر حصول الجازية على الجائزة أو على جائزة؟ ما هو أثر حصول الجازية على جائزة؟ طبعا هنا مكتوب، لاحظوا أطفالي، بعد المعرض والجائزة التي حصلت عليها ماذا حدث لها؟ إذن زادت ثقة الجازية بنفسها، هذا هو الأثر الذي حصل للجازية بعد أن تحصلت على الجائزة. إذن زادت ثقة الجازية بنفسها طبعا، وراحت تخصص كل وقتها للإبداع في هوايتها المفضلة. ما هو مصير الحرف التقليدية إن لم تتعلمها الأجيال الصاعدة عن أجيال الآباء والأجداد؟ طبعا إن لم تتعلم الأجيال الصاعدة تلك الحرف التقليدية فستكون مهددة بالانقراض أو الاختفاء نهائيا. فالحرف التقليدية كنز ثمين، علينا الاهتمام به ليبقى خالدا. الحرف التقليدية هي جزء مهم من شخصيتنا، علينا أن نفتخر بها ولا نهملها أبدا، لأنها ستشهد علينا وعلى عراقتنا عبر الزمن. إذن هكذا أطفالي الأعزاء، نكون قد انتهينا من الإجابة على كل الأسئلة. أتمنى لكم التوفيق طبعا في دراستكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.